نحطها ونعصر ونعصرها. هاتي عنك. حلو. وخطوة ضرورية ضرورية لازم تنعمل هاي. والله طبعا انا هدول مخصصيتهم للخضار. بايدي 10 دقائق. يلا خلص ننضف هدول. طب بتعصر الكوسه؟ عصرنا الكوسه راح نضيف عليها الجزر. اوكي. وراح نضيف عليها جبنه البارميجانو. تمام. طبعا بتعطيها نكهه كثير زاكية. والبصل. البصل حلو. وبودره الثوم معلقه. ايوه. بودره البصل معلقه. هذا ما بنحط على العجه تاعتنا. لا. اللي بيحب يحط شويه جوز الطيب. بودرة الدجاج. هاي كمان شوي غريبة. أعشاب إيطالية. هذا برضو أبدا ما بنحط. فلفل أسود. حلو. والطحين. أوكي. يا عيني عليكي. حلو. يعني طبعاً. هون قدرنا نعرف الفرق هلا بين عجة اللي نحن بنعملها وعجة الإيطالية. فيها بهارات. في البهارات مختلفة. العجبان. يعني طبعا جبنة الموتزاريلا من المراعي. أوكي. وراح نضيف برضه جبنة الكشكوان برضه من المراعي. لا غنى عنها فكرة. جبنة الكشكوان المراعي أنا بدايما مش معقولة. كثير زاكية. مش معقولة خطيرة. يعني بتركها دايما بالبيت لأنه كل شيء بستعملها كثير زاكية. وآخر شيء بدنا نضيف البيض. أيوه. هاي الكمية كم بيضة بدها؟ تنتين. بس أنا ما بدي تكون كميتها كثيرة. بس ما بدك تكون طعمة بيض كثير زايدة. أيوه بالضبط. هي حتى يعني تمسك لنا القوام كلها مع بعضها. هلا بنعجن. خلص هدول. حلو. شايفة الملاحظة الثانية انه مثلا اللي بشوف مثلا اهلي لما بيعملوا العجة بتكون سائلة اكثر، يعني ما بتكون هالقد مزبوط لانه فيها كمية سوائل بتكون. أيوة. احنا تاعتنا غير. صح. تختلف. غادة ايش احط لك هلا؟ شوية زيت. زيت وزبدة. وزبدة. صح. فاذا رح نخلط شوية زيت مع شوية زبدة. واكيد زبدة المراعي اليوم معانا حنخلطها معاهم. هيها شايفه فيش فيها كميه سوائل كثيره. شايفه. ناشفه لانه عصرنا كمان ما تنسي. أيوة. الكوسه كثير ضروري تعصرت. خلطناها منيح. بدنا شويه الملح. نسينا الملح. يس حبيبتي. كفايه هيك. هيك. عملت اشياء كثير هيك. الفريتاتا. ايوه عملتها بقوالب كب كيك. صحيح. يعني انا اليوم عاملاها زي قالب كيك. هي شفتها كثير حلوه. خفيفه رقيقه زاكي على الفطورات هاي. تعرفي وجبه حلوه يعني بالزبط. على الفطور للناس اللي بدها تاكل بيض وخضره. ايوه بنحاول نخليها هلا ممكن دائرية. الاستغناء عن الطحين لا هو عامل تماسك ابدا تفرط حتى المشاط حبيبي روان. بعرف لا ضروري بس بسال لانها بتقول للدايت بس اذا بظبط. اوكي صح. ممكن تحطي شوفان مثلا. شوفان مطحون. هلا انا مرات بكون يعني مش عارف بدي اساوي مثلا للعشاء او للفطور بفتح الثلاجه بشوف شو الخضره اللي عندي. طبعا تنطفي الثلاجه. 1 2 3 عجه وبعملها عجه اقلبهم. ايوه هاتي اساعدك يمكن هاي احسن. هاي لسه هاي احسن اللي معك. فلا صراحه كثير استفدت. حلو الفكره. كثير كثير حلو كثير. يلا حطي اياها. يلا حبيبتي بدي احط لك. لا هاي اذا بدك بس تصفيها. ايوه عشان نصفيهم من الزيت. تمام. يا عيني ريحتهم زاكيه. بتعرفي اظن ريحه البارميزان. طعم الطعم اختي بحبها انا هاي الجبنه. مش معقوله انت ما بشكلك بتحبيها مش معتقه. انا بحبها معتقه صراحه. لا انا بحبها معتقه لدرجه معينه لانه هي طبعا جبنه البارميزان بتتعتق اوريدي معتقه يا 12 شهر يا 36 شهر او 48. فانا لما توصل للتعتيق كثير عالي بتضايقني بلاقيها كثير شارب. بحبها يعني سنه بالكثير تكون معتقه. اكثر من سنه.